مضت سنة كاملة على إنشاء أكاديمية اتحاد إذاعات الدول العربية، وهي مبادرة أقدمت عليها الإدارة العامة للاتحاد وتجاوبت معها كافة الهيئة الأعضاء من منطلق الإيمان الراسخ بالأهمية البالغة التي يكتسيها التدريب والتكوين المستمر في عالمنا اليوم، بما هو قطاع استراتيجي يسير التحولات العميقة والمتلاحقة التي ما انفكت تطرأ على المشهد الإعلامي السمعي البصري وتكنولوجيات الاقتصاد الحديثة، مما ولد احتياجات متزايدة باتت تفرض على المؤسسات الإعلامية الانخراط الواعي في مجال تدريب وإعادة تأهيل مواردها البشرية في مختلف الاختصاصات التي يباشرونها. لقد كان يوم 29 من شهر أبريل 2017 حدثاً استثنائياً في مسيرة اتحاد إذاعات الدول العربية، إذ شهد ميلاد أكاديميته الجديدة في حفل بهيج انتظم تحت سامي رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، وحضره جمع من كبار المسؤولين في تونس والوطن العربي ورؤساء وممثلي هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء والاتحادات الإذاعية الدولية والمهنيين. أقيمت الأكاديمية في طابق خامس أضيف إلى مقر الاتحاد، وهو يشمل فضاءات متخصصة من الطراز الرفيع تتوفر على مكاتب إدارية وتجهيزات ومعدات تقنية متطورة، استوديو تلفزيوني عالي الدقة، استوديو إذاعي رقمي بتقنية بروتوكول الإنترنت، قاعة الملتي ميديا وقاعة المحاضرات متعددة الاختصاصات. ومن شأن هذه الفضاءات العصرية أن تتيح للأكاديمية الاطلاع برسالتها الإعلامية والتكنولوجية في أمثل الظروف وعلى أكمل الوجوه، وتقديم أرقى الخدمات إلى المتدربين بمواصفات رفيعة الجودة تفتح أمامهم سبل تنمية معارفهم وتحسين مهاراتهم والنهوض بأدائهم المهني في ميادين عملهم المختلفة. وتتميز المقاربة التدريبية في الأكاديمية بالتركيز على الجوانب العملية بمنهجية بيداغوجية تشاركية تفسح المجال لتبادل الخبرات بين المتدربين أنفسهم وبينهم وبين المدربين الذين هم غير قارين ويتم اختيارهم من أفضل الكفاءات العربية والعالمية. ومن أوكد الأهداف التي تعمل من أجلها الأكاديمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المدربين العرب الأكفاء، وذلك من خلال استراتيجية محكمة في تكوين المكونين. أما عن مدد دورات الأكاديمية فتتنوع بحسب الموضوعات والجمهور المستهدف، بين دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة وأخرى طويلة الأمد. وقد بلغ عدد الدورات التي نفذت منذ يوم التدشين إلى موفى أبريل 2018 29 دورة، منها 4 دورات لا مركزية، 2 أنجزتا في جزر القمر، و3 في جيبوتي، و4 في المغرب بالتعاون مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وقد استفاد من كل هذه الدورات على مدى العام 393 متدربا ومتدربة من مختلف البلدان العربية. ومن ميزات الأكاديمية أنها مشروع غير ربحي يدخل ضمن الخدمات الأساسية التي يقدمها الاتحاد لهيئته الأعضاء، وهي إلى ذلك منفتحة على القطاع الخاص والأفراد الذين يرغبون في التدرب مقابل رسوم منخفضة مقارنة بما هو جار الآن في الساحة التدريبية على الصعيدين العربي والدولي. هذا وعقدت الأكاديمية شراكات مع الاتحادات الإقليمية والعالمية النظيرة، على غرار الاتحاد الدولي للاتصالات واتحاد الإذاعات الأوروبية واتحاد الإذاعات الآسيوية، ومع شركات مصنعة للتجهيزات والبرمجيات. والحرص كل الحرص أن تكون أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي
بما يحدو القائمين عليها من إرادة الفعل والإنجاز نموذجاً يحتذى في الوطن العربي وسنداً قوياً للهيئات الأعضاء قادراً على رفع التحديات التي يواجهها المشهد الإعلامي السمعي البصري والفضاء المعولم، ومتفاعلاً باقتدار مع المستجدات المتسارعة التي تعرفها مهن الإعلام والاتصال الجديدة.